ركله اليمين. خمس لاعبين جوه منطقه الجزاء من نادي سموحه، رواد فضاء منطقه الجزاء طالعين بركات حجاج واحمد حكم. ادي بقى الضربه ركنيه هتتعمل ازاي، وحسام حسن في الانتظار على احر من الجمر والنار، ركنيه عرضيه جوه منطقه الجزاء. اوه هدف اول، هدف اول، هدف التعادل. قلت لكم رائد فضاء منطقه الجزاء بركات حجاج، بركات حجاج ينجح في تسجيل اول اهداف نادي سموحه، وهدف التعادل. العرضيه عالميه والراسيه 100 100، والهدف يفرح ابناء اسكندريه نادي سموحه. وضربه راس ايه، دواء دواء، لكن العرضيه عالميه ومعديه كل الناس، واختارت بركات حجاج. وبركات طالع وحاطط الراجل في ظهره وراكب الكره ولعب بالجبهه ولعبها في الارض وموجه، يعني نموذج نموذج صحيح خدمت.